بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام على قناة فاس تي في ان ومع برنامج سكري مع الدكتور ميري، نتكلمنا في الحلقات الماضية على أنواع السكري اللي عند المرأة الحامل، النوع الأول النوع الثاني. تكلمنا في الحلقة الماضية على اكتشاف الأنسولين، وهذه ذكرى، وكنا احنا كان نحتفلوا بالذكرى المئوية ديال الاكتشاف ديال الأنسولين. قلنا بأن العضو هو البنكرية اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى، والخلايا اللي كيفرزوا الأنسولين هما خلايا البيتا دو لونغيرونس، العكس ديال الخلايا الفا اللي كيعطيو لو غلوكاغون اللي العكس ديال الأنسولين، كيرفع نسب ديال السكر. بالنسبة للأنسولين هي اللي كتقاد السكر وكتحرق السكر. تكلمنا على العلماء في 1921 و 1922 اللي اكتشفوا هذه المادة، مادة الأنسولين، ودار تجارب على حيوانات اللي تحيدوا لهم البنكرية، وداروا لنا الداء السكري، العلامات ديالو هو التبول وشرب الماء بكثرة إلى آخره. إلا هاد الشباب هما البونتينغ وبيست، هذا اللي كان يعاونوا في المختبر، هادو خداو هادوك الحيوانات اللي مرضى بالسكري وداروا لهم الحقن ديال ديزكستري ديال البنكرية، دونك عصير ديال البنكرية، دونك اللي داروا لهم في تحت الجلد او في الدم، وتحسنت الحالة ديالهم. دونك من هنا جات الفكرة ديال اكتشاف ديال الانسولين، اللي دازت هاد الاكتشاف مراحل كثيرة جدا، واللي شاركوا فيها باحثين وعلماء لا في علم الكيماوي ولا البيولوجيست في البيولوجيا، وكذلك بعض المهندسين. واللي شفنا من الاول كانت الانسولين ماشي ما كانتش جوده عاليه، وكانت كتعطي لنا مشاكل، منها الحساسيه، منها بعض التعفنات الى اخره، وما كانش كتعطي نتائج المطلوبه. حتى صفات هذيك والجوده ولات عاليه ديال الانسولين. وشفنا في الاول كانت تجارب على الانسولين، وكانت الانسولين سريعه، دونك ملي كنقولوا السريعه هي كتبدا في 15 ديال الدقائق، وكما كدومش اكثر من 4 ديال السوايع، وهي اللي كنعالجوا بها دابا اللي كيديروها هذيك كنعالجوا بها، باش ما نخليوش مثلا اثناء الوجبات في الفطور الغداء العشاء، دونك هذه السريعه. من بعد سنوات من بعد طورت الانسولين ورجعت شيئا ما بطيئه، كانت 12 ساعه، دونك 12 ساعه. ومن بعد في نهايه او في سنه 2000 او قبل اكتشفت الانسولين انالوج، هي المماثله، وكتدار وتصنع بواحد التقنية عالية، وهي كانت تغيير في الجينات ديال الانسولين، دونك هادوك لي زاسيد زاميني، دونك كيوقع بعض، داروا لهم بعض التغييرات وكتعطى، وهذه كتكون حقنة ديال هاد الخلايا ديال هاد المادة وهاد لي جين في بكتيريات، منهم الشيغيشيا كولي او دي ميكرو اورغانيزم، وهادو كيتكاثروا كيعطيو لنا هذيك الماده هي اللي كتعطي لنا الانسولين انالوج، هي تماما مشابهه للانسولين البشريه. هذا الشيء تقريبا بدات في سنه 2000 اللي ومشينا تما اكتشفوا الانسولين البطيئه اللي كتشد 24 ساعه، وهذه كنستعملوها غالبا بالليل، اللي كتشد 24 ساعه. عاد كنزيدوا في الوجبات السريعه اللي كدوم كما تكلمنا ما تفش 4 ديال السوايع،
دونك 24 ساعه زادوا تطوروا ولات الانسولين لي اكثر حتى 36 ساعه. من بعد الانسولين اللي دابا اللي كاينه في الاسواق كتوصل حتى 48 ساعه. والعمل دابا الباحثين راه كيخدموا على الانسولين اللي غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم في القريب اللي كاد غادي تدوم حتى الاسبوع. دونك غادي تكون حقنه واحده في الاسبوع. دونك هذه غادي نشوفوها باذن الله في اقرب الوقت. كذلك فكروا الباحثين باش يديروا باش يزرعوا هذوك الخلايا اللي زيلو دو لونغيرونس، الخلايا اللي كتفرز البيتا اللي كتفرز الانسولين. ولكن هذه باقي النتائج ماشي مرضيه 100%. كذلك فكروا باش يديروا الزرع ديال البنكرياس. دونك هذه كلها محاولات. ودارت الانسولين عن طريق تجارب الانسولين عن طريق الشم دي سبراي، وكذلك الانسولين كتناول. الا خصنا نعرفوا بان الانسولين هي ماده لاستين بروتين، وهذا البروتين دونك كاين بعض الانزيمات اللي كتقضي عليه، وبالتالي ما لحد الان ما كاينش شي نتائج تبين بان الانسولين تعطى عن طريق الفم، ولكن كاين محاولات. ملي كنقولوا الانسولين ستين بروتين يعني بانه ما تقبلش الحراره كثيره، هي 56 درجه للفوق، هنا كتضيع الانسولين. وكذلك ما خصهاش تهبط على 4 درجات، دونك ما نديرهاش في الكونجيلاتور وما كنخليوهاش في الشمس في 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 الفصل الحار في الصيف مثلا، نديروها في الشمس لان غادي تضيع. ديما خصها تكون في واحد لا اون تمبيراتور واحد درجات اللي بين 2 4 حتى نقدروا نخليها على برا. ولا سيما دابا هذه القضيه ديال لي ستيلو، لي ستيلو ممكن لو ستيلو من كنجبدوه من الثلاجه يبقى برا حتى الشهر، ولكن كما قلنا ما تكونش واحد الحراره مفرطه، دونك 56 للفوق درجه للفوق، دونك ممكن تضيع الانسولين كما كتضيع في الا درناها في كونجيلاتور في الثلج. دونك هذا من جهه. دونك هادو هما الانواع دابا اللي كاينين ديال الانسولين. والانسولين اللي خصنا نردوا البال هي نبدلوا البرايس ديال الوخز ديال الانسولين. دونك كما كنقولوا الا كان كيدير 4 الحقان في النهار ديال الليل البطيئه زائد السريعه ديال الفطور الغداء والعشاء، دونك مثلا كننصحوهم باش الليل يديرها في الفخاد ديالو، دونك يبدل الاماكن ديال الوخز ديال الانسولين. بالنسبه للصباح ممكن يديرها في الذراع ديالو اليمنى واليسرى، وف ممكن ديال الغداء يديرها في البطن ديالو، ونبدلو كما قلنا ديما الاماكن باش ما يوقعش هذاك الانتفاخ وما يوقعش هذيك الاورام اللي كتكون شكون ابيلا ليبوديستروفي، اورام ديال الدهنيات شي شحمه اللي كتجمع وكتخلق لنا مشاكل من بعد. دونك هذا فيما يخص الانسولين. تكلمنا على الطريقه باش نحافظوا عليها، تكلمنا على الطريقه بان خصنا نبدلوا البلايص ديال الوخز ديال الانسولين، وكذلك خصنا نبدلوا هذوك الشويكات اللي كيداروا في الراس ديال القلم او الستيلو، دونك باش نورمالمون جيتابل، دونك كتبقى نبدلوها في كل هذه، ولكن ممكن تبقى نهار يومين ويبدلها الانسان ما فيها باس. دونك هذا فيما يخص هذا الحقن. واللي نزيد ناكد عليه هو المشكل اللي ممكن الناس اللي كتعجب الانسولين ممكن يطيحوا مشكل ديال الهبوط ديال السكري. ممكن تكلمون الهبوط هو 0.70 لتحت، دونك هذا الهبوط ما خصوش يكون، لان الوقود الوحيد ديال الخلايا ديال الدماغ هو السكر، دونك ما يمكنش تهبطنا 0.70 كيبداو العلامات، هو الرعشه، هو الخفقان للقلب،
هو العرق البارد وسيما الوجه واليدين وهو الصفراب ديال الوجه وكيجي واحد الجوع شديد. دونك هادي ما خصناش هذا علاش كنقولوا المصاب بالسكري ما يصومش. دونك الله سبحانه وتعالى عطيه هذه الرخصه خصو يتقبلها. دونك هادي غادي نتكلموا ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد في هاد الاسابيع المقبله على الصوم والسكري. ولهذاك الوقت ان شاء الله الرحمن الرحيم نتلقاو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.